السلام عليكم الاخوان، بخير هاني، لاباس عليكم؟ معكم خوكم نور الدين. المهم غنوريكم شي حوايج اللي مزيان تعرفوهم دابايا. المهم انا اختاريت اليوم واحد نهضر على هذا الموضوع. المهم نهضر على جوج مواضيع وغنجمعهم في فيديو واحد. الموضوع الاول هو الدراري اللي كيتعرضوا الريبورت بعد. المهم اول حاجه اللي باقي مدخلش القناه ديالنا يجي عندنا مرحبا، راه غنقولوا فيها الجديد كما كتشوفوا، والانستغرام ديالي اللي جاوني الناس كيسولوني على واحد المعلومات وكذا، ودابا غنجاوب عليهم بجوج اسئله. جوج اسئله غادي نجاوب عليهم، عفوا كنهضر بالزرب على حقا شويه زربان. المهم الاسئله اللي بغيت نهضر عليهم الاخوان وهما ديال الناس اللي كيتهرطوا الريبورت فاش كيحطوا الاوفيس، والناس اللي كيجيهم سسباند من اول ما كيحطوا اول برودكت. المهم غندوزو الناس اللي كيحطوا اول بروداكت باش نزربو عليهم بالضربه. غادي نوري لهم واحد الطريقه سهله الاخوان، اللي في اول ليستين فاش كتحطو وكيجيك الريبورت علاش، كيكون يا اما التصاور ديال البروداكت هزو من شي سيت اللي معروف، ولا كتكون داير شي، ولا كتكون داير كوبي كولي كتكون داير كوبي عفوا كتكون داير كوبي كولي العنوان والديسكريبسيون وداكشي كيما هو كتهزو كتحطو، ولا التصويرة كدير لها اونجستري وكتشدو وكتحطها كيما هي. لا الاخوان هادشي غلط في غلط، انا نوريكم الطريقة كيفاش غديرو ليها. كنجيو الاخوان اول حاجة، اول موقع غنمشيو ليه هو علي اكسبريس. علاش علي اكسبريس وماشي شي موقع اخر؟ لا متمشيو ليه الايتسي ولا شي موقع اخرين، لان علي اكسبريس هو الموقع اللي كتبيعو فيه بزاف ديال الحوايج اللي ما كتلقاوش فيهم البراند، وغادي تلقاو الكاستم ريفيو مع الصور ديالو. انا نعطيكم شي مثال، انا هنايا مثلا اختاريت، انا هنايا مثلا اختاريت هاد المادر بورد مثلا غير باش باغي نحطها مثلا هي الاولى. كديرها مادر بورد ممكن ما كتشوفوا هاد التصاور اللي هنا، هاد التصاور هادو ما كنهزهمش ما كنقربش ليه، لان هاد التصاور ديال البروداكت ما غاديش نقرب ليهم. نوريك من التصاور نقرب ليهم، هو في الاول كيكون بحال هكا. ها كنجيو كندير كاستم ريفيو، هاي كاستم ريفيو كندير فوطو مع لي فوطو، وكنجيو كنختار صور مثلا كنجي كنبقى هابط هابط كيبانو لي مثلا بحال هاد الصور هادو. درهم هنا دابا نجي لهادي اللي هنا، نجي لهادي اللي هنا، كتشد هاد الصور هادو، هادو هما كيما كتشوفو بحال هكا. ها الصور هادو وما غنديرش هما تلعب هادا اونجستري ايماج، هادشي ما خدامش ليكم. احسن حاجة غديروها هي غتهبطو تشدو اللعيبة ديال السكرين، لايف ديال السكرين ها هي، وتجي هنا وغتقطع بحال هكا. ها بحال هكا غدير الصور ديالك، وفي السويت تجي دير اونجستري. تبغي تجي دير اونجستري تشوف بيكتشر مثلا، بيكتشر دير واحد تشيري مثلا، كتب مثلا نديرو مثلا 1100 مثلا 1100 هاد الصورة هادي، وكتكون هي في الأول على هاد الشكل هذا. كتجي تا كدير هنايا جي بي جي وكتكتب هاد اللعيبة هادي. علاش غتكتب هاد اللعيبة هادي؟ أنا نقولك علاش غتكتبها. غتكتبها باش تبان أن الصورة مخودة بشي هاتف ولا مشي لاباراي ولا شي حاجة. من الأحسن تكون مثلا مخودة بهاتف، علاش؟ باش كيشوفو البرودوي انه راك انت اللي مصورو، ماشي باش هادوك التصاور. كتجي كتشوف التصويرة مثلا اي رقم بغيتي، المهم هادوك ارقام في الاخر خاصو يكون متابع. مثلا التصويرة غنحط فيها هذا الرقم هذا، التصويرة اللي موراها غنزيد هنا، التصويرة التالتة نزيد هنا، التصويرة الرابعة نزيد هنا. مثلا وانا غادي بحال هكا ها تنكمل كاع التصاور اللي عندي، تنكمل كاع التصاور اللي عندي وكندير اونجيستري. هذه مثلا هي مثلا 1101، هذه هي 1102، هذه هي 1103. علاش الطريقه كديرها بحال هكا؟ كيكون الصور انهم مخودين وحتى مورا وحتى مورا وحتى، فهمتي كيفاش؟ ثاني حاجه
انا ماشي كبر نحط مثلا شي ساعه ولا شي حاجه مثلا بحال هاد الساعه هادي هي ممكن تشوفوا لنا الصور لايبات التور ما كنقربش ليهم. كنجي كذلك نفس الشيء كنجي كنختار كاستم ريفيو كنجي كندير ايماج وكنجي هنا الصور. الصور الاخوان حاولوا تقلب على شي حاجه اللي تكون عندها المارك هنايا تكون عندها داك الواتر مارك ديال الهاتف مثلا بحال ريدمي. غالبية ديال الناس اللي عندهم ريدمي كيكون عندهم هاد اللايب هادي مثلا هابطة مثلا بحال هذا بحال هذا ها هي هنا هانتو الشعار ديال موتورولا يعني هاد التوالم خدا بهاتف موتورولا. انا قلت لكم الريدمي لحقاش كاين الناس اللي كاين باش تبان ان الصورة مخوذة بهاتف ومخوذة بشي حاجة اخرى ماشي غير ريدمي تقدرو تلقاو شي حاجة ومثلا بحال الصور هادي بحال هكا ها الصور هادي مزيانة علاش ضروري تاخدو شي تصويرة تكون بحال هكا ها فيها الفلاو. علاش فيها الفلاو علاش خاصها تكون بحال هكا مكتبانش مزيان باش يعرفوا ان التصويرة راه مخودة بالهاتف يعني راه مخودة وماشي مقودة من شي سيت ولا من شي بلاصة. نساو عليا داك داكشي اللي كنت كوري ليكم ديال ايدس هو داكشي بلا نساو عليا. بحال هكا خاصك تاخد تصور بحال هكا تاخدهم شي كيبان وشي مكيبانش. هادي بحال هكا ها مزيانة علاش مزيانة اول حاجة لبشيتو رجعتو لهنا غتلقاو شي وحدين كيصورو حتى الباكاج اللي جا مثلا واحد مصور بالباكاج التصاور هادو بلا ما تلوحهم بحال هكا فيهم الباكاج لحقاش غير غادي تخسر لك الصورة. احسن حاجة هي يكون غير البروداكت بوحدو هاكا تقدرو تحطو هاد البرودوي بغيتي تحطو ماشي مهم تقدرو تحطو اي برودوي بغيتي المهم كتجي كتشتار برودوي كدا. الحاجة اللي بغي نقول لكم فاش بغيت تحط شوف تحط العنوان والديسكريبشن ولا عيبات فهادشي انا بالطريقة اللي غدير من جهة العنوان هذا كنشدو كنجي لهنايا ها دير مثلا واحد نوش بارت اولين اجي كنجي هنا كندير واحد نوش بارت اولين هنايا ها اجي نكسر تايتل تايتل لايبات ديسكريبشن ممكن نجي كندير هنا. انا غنقول لكم ليش غادير هاد الطريقة كنجي هنا تايتلز كنجي هنا كنحط هادي بحال هكا ها كنجي كندير كنخليه مثلا بحال هكا كنجي كنحط الواتش حتى هنايا واش من من داي واش طن طن وان شيل لك الله كامل كنحيدها باش ما يطواش ديسكريبشن زي ما جاه دير هنا في سبورشيف هذا تايتل مزيان هو اللي غادي نهز احنا كاين هاد المشكل بلاتي بحال هكا الاخوان كننزل عنوان هو هدا ممكن تم سايب واش واش طن 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 واتر بروف كدا النهر ديال مضاد للماء و سبور شيف و فيها الليدو ديسكريبشن كنزل ديسكريبشن. علاش كنقولك متهش منها و تمشي دير ليها كوبي كولي و تحط هاد نيشان ديسكريبشن ديال ايباي و لان هاد اللعيبة فاش كتهز من هنا و كتمشي كتحطها راه كتحط انت كتبان راه حطيت العنوان كيما هو وليني في الحقيقة انت راه مهزيتيش غير العنوان راه هزيتي شي الريسورس هزيتيها من اللعيبة هزيتيها من هنا بلا ما تعرف كتاخد هادا بحال هكا و كنجيو الاوفر فيو و كنجيو هنايا اللقاء مثلا هنايا ها كنجيو هادشي راه ها متصوغش ليه كنجي كنشوف كنجي كنشوف الديسكريبشن ديسكريبشن هنا هاي الديسكريبشن الاخوان هو هنا حط
باللغة ديال الإسبانيولية تقريبا هي اللي حاط. المهم كنجي كنشد مثلا هذا بحال هكا، كناخد مثلا حد هنا وندير ليها بحال هكا، ديال هنا الترابيزيون نحط كيما هي حطاط حنايا، اختيار انجلي هاهي انجلي، كنشدها كنشدها الديسكريبشن ديالها، كنجي كنحطها هنايا. نتوما هاد اللعيبة غتحطوها في نوت باد على البيس، انا درتها هنايا اونلاين غير باش تبان ليكم. صافي ها العنوان الديسكريبشن، نشوف نحطو حتى الثمن معقول، نشوف الثمن ديالها الفوق شحال دايره. مثلا هادي هادي مثلا دايره 13 دولار مع الشيبين ديالو لايباش، المهم انا قدرت نحط بواحد 19 ولا 20. صافي هاكا مكيجينا لا سسبند لا والو، سالينا الطريقة ديال سسبند ديال كلشي. صافي نساو هاد الشي هدا، غندوزو دابا المشكل اللي عند الدراري ديال الريبورت ديال ايباي. ايباي المغاربة علاش كيجيو كيريبورتيك؟ المغاربة باش المغاربة ولا اي واحد كيجي كيريبورتيك لحقاش كيلقاك حتى. المهم نجيو هنا نكتبو، نجيو هنا مايكروسوفت اوفيس 2019 مثلا. هاد الاثمنة الاخوان راه ما اثمنة ما حتى حاجة، هاد ها ما يقدروش يرابورت هاد المغاربة علاش لحقاش هو محاطش بحال هاد الصورة هادي هو داير هنا البرودوي. كذلك هنا هنا كتشوفو كاين الصور، ولكن احسن حاجة ننصحكم هي تحطو بحال هاد الشكل هادا. اثمنة الاخوان، اش هاد الاثمنة الاخوان؟ انا ماشي سوقي بعدا، اللي بغا ديرو ديرو، حطو شاب بواحد دولار شاب نص دولار ما عنديش مشكل، لان الدومين بعد تالي بعد تالي الاوفيس و هادشي هذا بعد تالي و نتوما تعرفو. كاين هاد الاخ هذا، نمشي نشوف هاد الاخ هذا، هاهو حاطة و حاط تي في دي و حاط لايفات كيما كتشوفو. هادي الطريقة اللي غديرو ليكم، غادي غنكتب هنايا الفوق كما كتشوفو انا هنا درتها مايكروسوفت اوفيس شنو عندك 2016 ل 2019، كتختار هاد الصورة هادي مثلا بحال هاد الصورة، تكون محطوطة على شي حاجة ومتكونش فيها البيض بحال متكونش فيها البيض بكل، تكون محطوطة على شي حاجة. انا كنت كنخدم بهاد الصورة هادي بزاف، المهم يمكن لك تجي تبدلها راه فوتوشوب شي حاجة هادي كتب 2019 اللي كتبت، كتجي وكتكتب بحال الديسكريبشن هادي الاخوان مايكروسوفت اوفيس طنطن، و كتزيد هدا دي في دي و كتزيد فري هنا دي فري فري شيبين، و غتزيد هداها ديليفري في 24 ساعة فاست ديليفري اند فري شيبين. انا نقول لكم علاش غتجي هنا غدير براند نيو ديسكريبشن، هنا غتجي الديسكريبشن ديسكريبشن الاخوان هنايا غتجي وغتكتب لنا واحد العنوان كبير كيبان هنا ريد بيفور بيرتشايلد اقرا قبل الشراء، غادي تكتبها سير كتبها في جوجل تراديكسيون اقرا قبل الشراء، ترجمها وجي حطها هنا باي لغة كنتي كتبها بالالمانية حطها ولا باي لغة بغيتي حطها هنايا، كتبها هنا بكبيرة كتبها. وغادي هنا غتكتبها انه دي في دي ديال مايكروسوفت اللي كان عندنا تقادة ما بقاش، بقى غير التفعيل بالايميل، غادي نرسلو ليكم وغنوري ليكم كيفاش تيليشارجيوها. والدي في دي راه ما بقاش عندنا بهاد الطريقة هادي، غتبيعها لك المغاربة غاديش يجيو ريبورتيك لحقاش غيشوفو انك حاط سي دي وما حاطش ديك التصويرة اللي كيهز بنادم كيبقى يدير ليها كوبي كولي يشوفها ويهزوها يحطوها. هادي الطريقة الإخوان اللي غادي ديرو، وهاد الطريقة هادي كنت نديرو مكان كيجينا لا ريبورت لا والو، خدام بيها مزيان ووريت لواحد الدري صاحبي، ودابا راه خدام بيها دابا النيش، وراه مكيجي لا ريبورت لا والو، كيبيع ويشرو بخير مع راساتو، لأن في الطريقة هادي كتبع هادي لك المغاربة. المهم هنايا متحطوش على التصوير، جات التصوير أنا مش شابه فيها، غير هو العنوان ديما حطو دي في دي باش تبع هادي لك تا الشكوك ديال إيباي وكلشي.
هنا دي في دي، غتحط دي في دي وغتجي لهنا الصورة، غتجي لهنا الصورة كيما هادي، وغتجي مثلا الشقنت هنا الفوق ولا الشقنت التحت ولا غديرها الوسط ولا فيما بالك، غتجي غدير واحد البانر هنا وتكتب فيه فري شيبين ديليفري، فهمتي ديليفري سيم دي، اكتب سيم دي ولا جي وكتب لهم ديليفري 24 ساعة. بحال هكا كتقدر تأتيري بنادم واحد كيدخل واخا يكون هو باغي يشري غير الكي، كيكون زكا خونا راه كيصيفط الدي في دي في 24 ساعة، انت راه مكتصيفط الدي في دي لا والو، انت غادي تحت تكتب لهم راه اعتقاد ان راه اعتقاد ان الدي في دي ولان راه كاين عندنا لي كي غادي نصيفطوهم ليكم مثلا في نفس اليوم، في نفس اليوم ولا في 24 ساعة ولا من مورا 3 سوايع من الشراء ولا شي حاجه، راه غنصيفطو ليكم ولا مباشره من بعد ما غادي تخلص غادي نصيفطو لك السريعة. هذا هو الطريقه ديالها، وغتمشي وغتكون مثلا داير داك اوتوميشن اوتو ما بقيتش عاقل عليها. المهم ديك الرساله اللي كتمشي اوتوماتيك غير كاين الموقع اسمه اوتوميتد سنتر ولا شي حاجه بحال هكا، كتدخلوا لذاك الموقع كتحط فيه السريال والرساله وكتبقى هي تصيفط ميشي اللي شرعي كتصيفط ليه. هذه الطريقة اللي كانت الإخوان بجوج شرحت لكم كيفاش تحيدوا مشكل تبعتوا عليكم المغاربة باش ما يجيوش ريبورتيكم، والأولى اللي كتوريت لكم دير كيفاش تحطوا كيفاش تجيبوا صور ديال البرودوي وتحطوهم في أول ليست ليكم بلا ما تعرضوا لا سسبان لا والو. كنشكركم، أورا تقريبا طولت الوقت طولت الوقت. المهم الإخوان ما تنساوش تدخلوا عندنا لاشين ديال الانستغرام راه هي هادي. كنشكركم تهلاو، وما تنساوش لخصكم شي حاجه جو عندنا الانستغرام.